قبل ما تكون عندنا منظومة كهربائية أو طاقة شمسية كان ضجر من قبل الطالبات، تأففهم، عدم استقبالهم للدرس بسبب الرطوبة الموجودة، وما نقدر نحلهم هذه الإشكالية. نزلوا عندنا وفد من التربية ومن المنظمة هذه الدولية وقالوا إنه تم اختيار مجمعكم من ضمن 9 مجمعات أو مدارس ثانويات بنات فيها منظومة طاقة شمسية. مشروع سيري كان مشروع كبير بالنسبة لنا في التربية، تدخل بشكل كبير سواء كان في البنية التحتية مثلا الطاقة الشمسية أو كذلك عندنا التأثيث أو الدورات التدريبية. بوجود هذه المنظومة والطاقة الشمسية تشغيله بيخفف معاناة الطالبات، بيخفف معاناة الإداريات اللي عندنا، بيخفف معاناة حتى شربهم للماء. نحن نشكر المنظمة يندوبي على هذا التدخل، وإن شاء الله يكون بيننا عمل متواصل. والله تعجز لساننا عن شكركم ودعمكم لمجال التربية، دعمكم لطلابنا، اهتمامكم الكثير بالجانب التربوي. والله ما أقدر أقول أكثر إن احنا شكرا، ترفع لكم القبعات.